واللي احب اقوله للناس جميعا ان المستهدف الشعب المصري وليس شعب الكنيسة، وليس لان يوم الجمعة كنا الحادثة عند جامع السلام في الهرم، والنهاردة في الكنيسة البطرسية في العباسية، ويوم مولد النبوي عليه الصلاة والسلام. فلازم نقول أن المقصود هو الشعب المصري كله، وليست فئة وليست طائفة. هذا أولا. ثم ثانيا، حاجة لازم الناس تاخد بالها منها، المسؤول عن تأمين الكاتدرائية والكنيسة البطرسية من داخل سور الكاتدرائية مشاركة أمن تتبع الكاتدرائية، وليس ما سمعتش ثانية يا فندم، حضرتك تعيد. المسؤول عن تأمين الكاتدرائية من الداخل. أيوة، المسؤول عن تأمين الكاتدرائية من بوابة الدخول إلى جميع أرجاء الكاتدرائية من الداخل، وأنا وليس وزارة الداخلية. ده شركة أمن تتبع الكاتدرائية يقيناً. أنا نعم. من المترددين على المكان، لأن قناة ام ايسات داخل الكاتدرائية، وأنا بروحها كتير، وبدخل من البوابة، والأمن اللي موجود على البوابة أمن يتبع هذه الشركة، والأمن اللي موجود في طرقات الكاتدرائية من الداخل يتبع شركة الأمن المذكورة. فاللي دخل ده استغل ظرفين، وقت الصلاة نمرة اتنين، ان بتوع الامن وقت الصلاة متهيألي بيبقوا ريلاكس شوية او مش مركزين قوي، على اساس ان كل اللي الداخلين داخلين علشان يصلوا، ومن هنا دخلت مرتكبة الحادث، وغالبا هي هتكون سيدة، لان القنبلة وضعت في الناحية اليمنى من الكنيسة البطرسية اللي بيتواجد فيها السيدات والأطفال. فيقينا اللي دخلت في المنطقة دي يا إما سيدة يا إما شخص قبل ما الناس تدخل وحط القنبلة في المكان المخصص للسيدات والأطفال. طيب، هي لو يعني زي ما حضرتك اديتنا المعلومه دلوقتي سياده اللواء فاروق، انه شركه امن خاصه هي اللي بتقوم بتامين الكاتدرائيه من الداخل. يعني ومن نحن في الدخول شهر ايضا، اعياد، من المفترض ان شهر الاعياد ده انه الناس كلها يعني او شركات الامن، كل يعني من يعمل بالامن سواء رسمي او خاص، على اهبه الاستعداد. فازاي شنطه زي دي تخش بالشكل ده؟ يعني ده تساؤل الناس، ازاي ده يحصل؟ وللعلم ان في ان على بوابات الدخول في اجهزه للتفتيش والمراقبه عم بتقوم بها هذه الشركه. انما انا بقول لحضرتك، هي عمليه استغلال الوقت والزمان واليوم. يعني وقت الصلاه يوم الحد بيبقى بتوع الامن على اساس انهم موجودين بقالهم مده طويله، فبتبقى العمليه بالنسبه لهم دخلت في نوع من انواع الاسترخاء، ان عمليه متكرره ويوميه، ووصلت الى الكنيسه البطرسيه اللي هي في الخلف من الكاتدرائيه ومن ناحيه السور الجانبي. فيقينا يا اما اللي دخل الست يا إما اللي دخل حد في وقت التنظيف للكنيسة قبل بداية القداس. إنما أنا بقول ست ليه؟ لأنه الانفجار حصل في الناحية اليمنى داخل مكان الصلاة في الحتة الخاصة بالسيدات وبالأطفال. من هنا أنا يعني بقول ترجيحا، أنا لا موجود في مكان الحادث ولا شفته، انما انا من ترددي على الكاتدرائيه بدي التصور كرجل امن عارف ان اللي دخل ده دخل كيف دخل، بس يعني كيف دخل الكاتدرائيه في هذا المكان وبهذا الاسلوب. الشرطه مسؤوليتها من الخارج، القوات المسلحه مسؤوليتها من الخارج للتامين، فلا يوجد شرطه داخل الكاتدرائيه ولا يوجد قوات مسلحة داخل الكاتدرائية.